نشرة الأخبار من الميادين، السلام عليكم وإلى عناوينها. نتنياهو يهدد بخطوات صارمة ضد الفلسطينيين وقواته تبدأ بتطويق القدس، وعراقات يهدد بتوجه إلى الجنائية الدولية. شهداء وعشرات الجرحى في اعتداءات الاحتلال على المقدسيين، وهبة الضفة وغزة تتصاعد. الجيش التركي يخترق الأراضي السورية من جهة إدلب، وواشنطن تتوقع التوصل إلى اتفاق مع موسكو بشأن السلامة في الأجواء السورية. وداعش يعلن مقتل الرجل الثاني في التنظيم فاضل الحيالي بغارة أمريكية. أهلا بكم. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سلسلة خطوات وصفها بالهجومية وبالشديدة بحق الفلسطينيين، وهي تشمل استدعاء قوة إضافية من احتياط الجيش لحماية المدن ومحطات الركاب ومحاصرة الأحياء العربية شرق القدس وهدم منازل منفذي العمليات خلال أسبوع. وخلال اجتماع للمجلس الوزاري المصغر، حمل نتنياهو الرئيس الفلسطيني مسؤولية أي تدهور محتمل في الأراضي الفلسطينية، ودعاه إلى وقف ما سماها التحريض على كراهية الإسرائيليين، وحمل حماس والحركة الإسلامية مسؤولية الأحداث الأخيرة. في القدس المحتلة وأراضي 48 قتل 3 مستوطنين إسرائيليين بينهم حاخام في سلسلة عمليات طعن ودهس. أبرز العمليات استهدفت حافلة ركاب إسرائيلية ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من المستوطنين. تزامن ذلك مع عملية دهس لمستوطنين في القدس المحتلة وعملية طعن في رعنانة قرب تل أبيب. هذا وقد استشهد 4 فلسطينيين في القدس المحتلة وفي بيت لحم بنيران قوات الاحتلال خلال التصدي للاعتداءات الإسرائيلية. عشرات الفلسطينيين أصيبوا بجروح وبحالات اختناق في الضفة الغربية خلال يوم الغضب ضد اعتداءات الاحتلال. موكب الشهداء في فلسطين لم يتوقف. عمليات المقاومة في القدس والداخل لم تنتهي. 3 قتلى إسرائيليين في عمليات طعن ودهس وإطلاق نار في القدس ورعنانة. والاحتلال يحول القدس إلى سكنة عسكرية ويهدد أهلها بالعقاب من خلال فصل الأحياء وإغلاقها إلى حد التهديد بإغلاق المسجد الأقصى، فيما كانت المدارس العربية والمحال التجارية في المدينة قد أعلنت الحداد على أرواح الشهداء. هي تريد أن تقول لأهل بيت المقدس ولأهل فلسطين عليكم أن تسكتوا، عليكم أن ترحلوا أيضا. هي عملية ترحيل، ترحيل وتخويف. الرسالة الثالثة هي تريد أن تقول للشعب الإسرائيلي فتحنا لكم دكاكين بإمكانكم أن تتسلحوا، كما يقتل الجيش يمكن أن تقتلوا. تهديدات الاحتلال لم تجد لها صدى في هبة الشبان نصرة للقدس والمسجد الأقصى، فأعلن يوم الغضب وخرجت المسيرات الحاشدة في الخليل ورام الله وبيت لحم. هذا الفعل الشعبي المقاوم يتصاعد يوميا رفضا للاحتلال، والفصائل هي التي توجه هذه الدعوات والنداءات من أجل تصعيد المقاومة الشعبية بكل أشكالها. التظاهرات تحولت إلى مواجهات رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة عند حاجزي قلنديا شمال القدس وبيت إيل شمال رام الله وفي قرية بيت عنون قرب الخليل. فرد جنود الاحتلال بالرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز موقعين عشرات الإصابات في صفوف الشبان. رسالتنا للاحتلال أنه إذا أراد أن يعيش بأمن وباستقرار في هذه المنطقة فيجب أن يسعى جاهدا لتوفير الأمن والاستقرار للشعب الفلسطيني وأن يوقف سياسة القتل. فيما أغلقت قوات الاحتلال مداخل عدد من قرى رام الله الشمالية والشرقية بالسواتر الإسمنتية وشنت فيها حملة اعتقالات طالت عددا من الشبان. 13 يوما على الهبة الجماهيرية الفلسطينية، إعدامات بالجملة تنفذها إسرائيل بحق الفلسطينيين، والمجتمع الدولي يصمت ولا يسمع له الفلسطينيون صوتا. نسر سلمي من أمام حاجز قلنديا العسكري الفاصل بين القدس ورام الله، الميادين.
مشاهد عملية داعس أو الدهس عفوا في القدس المحتلة عرضت كما أظهرتها كاميرا مراقبة قرب أحد محطات انتظار الباصات. سيارة الفلسطيني اجتاحت المستوطنين وبعدها خرج الفلسطيني لينفذ عملية طعن انتهت بإطلاق النار عليه. إلى غزة حيث أصيب أكثر من 40 فلسطينيا بجروح وبحالات اختناق نتيجة اعتداءات الاحتلال على المتظاهرين شمال القطاع. مراسلة الميادين أفادت بأن الاحتلال أطلق الرصاص الحي على المتظاهرين الذين تجمعوا أمام معبر بيت حانون في إطار فعاليات يوم الغضب الفلسطيني، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية حالة الطوارئ في غزة نتيجة قلة المواد الطبية. تلتهب في القدس والضفة فتشتعل في قطاع غزة. هنا معبر بيت حانون شمالنا، المسيرات تحولت إلى مواجهات مع القوات الإسرائيلية، والحجر رد عليه الاحتلال بالرصاص موقعا عددا من الإصابات. الكلمة مش للقيادة، الكلمة للشعب وللشباب الثائر، لشباب الانتفاضة الفلسطينية الثالثة، وعلى القيادة الفلسطينية أن تخضع لأوامر الشباب ولأوامر هذا الشعب. لقد اعتدنا من مثل هذه الأمور، ويكفينا شرف الشهادة من أجل الوطن وفي سبيل الوطن على أننا على أرض الوطن. اختلفت أشكال التضامن في غزة والهدف واحد، إضراب تجاري دعت إليه القوى والفصائل الفلسطينية. الحرية الحرية. ومسيرة نسوية خرجت منددة بالاعتداء على حرائر فلسطين وأطفالها ومقدساتها. لن ينسى طفل فلسطيني ولا مرأة هذا المجرم، ولن نصمت بعد اليوم. هذه الهبة ستصبح انتفاضة واسعة، إما أن تحرر فلسطين وتعود لنا ويغور هذا الاحتلال، وإما لن نصمت إطلاقا، لم نعد نحتمل. منذ الصباح شهدت المناطق الحدودية مسيرات أخرى خرجت لتأكيد الهبة الجماهيرية ووحدوية الجسد الفلسطيني. ويرى كثيرون في ديمومة الأحداث بغزة دليلا على الوتيرة التصاعدية التي تسير بها، مع محاولة إبقاء الطابع الشعبي بعيدا عن عسكرتها في الوقت الحالي. استمرار الهبة الجماهيرية في غزة تضامنا مع الضفة والقدس يثبت أن محاولات الاحتلال بإشغال الغزاويين عن هموم وطنهم باتت فاشلة، ومع زيادة الاعتداءات الإسرائيلية يبقى الترقب لأي تصعيد ميداني سيد الموقف. أحمد شردان، غزة، الميادين. كشف أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن السلطة الفلسطينية ستحيل على المحكمة الجنائية الدولية معلومات وملفات تتعلق بطريقة تعامل قوات الأمن الإسرائيلية مع منفذي الهجمات الأخيرة، وصفها بإعدامات ميدانية. عريقات أشار إلى أن هذه الملفات تحمل رئيس الحكومة ووزير دفاعه المسؤولية الكاملة، وأوضح أن هذه المحكمة ليست محكمة دول بل محكمة أفراد. جامعة الدول العربية وافقت على عقد اجتماع وزاري طارئ لبحث التصعيد في الأراضي الفلسطينية. جاء ذلك خلال اجتماع للمندوبين الدائمين بمقر الجامعة العربية في القاهرة. الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي دان ممارسات سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين، واصفا إياها بالانتهاكات الصارخة لحقوق الفلسطينيين. أن توفير آلية دولية لحماية الشعب الفلسطيني أصبحت اليوم ضرورة قصوى في ظل استمرار العدوان والانتهاكات الإسرائيلية المتمادية على الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة،
وينبغي أن تتضافر الجهود العربية لتوفير هذه الحماية الدولية، وأن نبذل كل الجهود وأن نطرق جميع الأبواب. هذا وأعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أنه ينوي التوجه إلى تل أبيب ورام الله في القريب العاجل في محاولة منه لتهدئة الأوضاع وإخماد فتيل الاشتعال بين إسرائيل والفلسطينيين. تواصلت خلال عطلة الأسبوع مع رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس عباس، ونحن نعمل على محاولة تهدئة الأوضاع، وأنا سأتوجه إلى هناك قريبا لمحاولة تحريك الوضع من على شفا الكارثة. أفادت مراسلة الميادين في سوريا بأن الجيش التركي معززا بالدبابات اقتحم الأراضي السورية من جهة أطمة بريف إدلب، واستولى على مساحة 100 متر في عمق الأراضي السورية بحجة إقامة جدار عازل. السلطات التركية طلبت من سكان المنطقة حيث مخيم كبير للنازحين إخلاءها. في المقابل خرج محتجون لمنع دخول آليات الحفر والجرافات، فرد عليهم الجيش التركي بإطلاق رصاص كثيف لتفريقهم. إلى هذا أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الطائرات الحربية الروسية استهدفت 86 موقعا لداعش في سوريا في الساعات 24 الماضية، وأشارت إلى أن هذه الغارات شملت الرقة وحماة وإدلب واللاذقية ومناطق عدة في حلب. نفذ سلاح الجو الروسي 88 طلعة جوية استهدفت 86 موقعا تابعا لتنظيم داعش في محافظات الرقة وحماة وإدلب واللاذقية وحلب خلال 24 ساعة الماضية. كشف الرئيس الروسي عن مقترحه عقد لقاء رفيع المستوى في موسكو بين مسؤولين عسكريين وسياسيين روس وأمريكيين للتنسيق في محاربة الإرهاب في سوريا، كما تخوف من وصول أسلحة أمريكية إلى داعش. في الوقت نفسه شدد سيرجي لافروف أثناء لقائه المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا على ضرورة محاربة الإرهاب بالتوازي مع البحث عن حل سلمي للأزمة في سوريا. سلام العبيدي. ثمة رمزية في اختيار المناسبة لإطلاق العنان لتصريحات رنانة تتعلق بالأزمة السورية. المنتدى الاستثماري الذي افتتحه الرئيس الروسي في موسكو تحت شعار روسيا تناديكم جاء ليؤكد أن العقوبات الغربية لم تنهك روسيا التي تخوض حربا على الإرهاب في سوريا، ملقيا باللائمة في الوقت نفسه على التحالف الذي تقوده واشنطن بسبب عدم التنسيق معها في هذه الحرب. لقد اقترحنا لقاء على مستوى سياسي وعسكري رفيع في موسكو، وأعربنا عن استعدادنا لإرسال وفد كبير إلى واشنطن لمناقشة التسوية السورية في المقام الأول. يمكن أن يرأس هذا الوفد رئيس الحكومة ديمتري مدفيديف، ويضم كذلك نائب رئيس الأركان وممثلي أجهزة المخابرات، لكن لم نتلقى ردا حتى الآن. وعلى الرغم من تصاعد وتيرة العمليات التي ينفذها الطيران الروسي ضد الجماعات المسلحة في سوريا، فإن موسكو تبقى مؤمنة بالحل السياسي، موقف شكل عنوانا رئيسيا على طاولة المباحثات بين رئيس الدبلوماسية الروسية سيرجي لافروف والمبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا. يجب أن نبحث عن السيناريو المناسب، إذ لا يمكن لأي تدخل عسكري أن يستمر طويلا جدا، وبالتأكيد لا يمكن أن يكون بديلا عن الحل السياسي. أتفق معكم على أن لا حل عسكريا للنزاع، لكن محاربة الإرهاب شيء آخر. هذه الحرب لا حدود لها بين الدول ولا شروط مسبقة. نحن جميعا يجب أن نتوحد ضد الإرهاب كما جاء ذلك في قرار مجلس الأمن الدولي. المباحثات التي كادت تتحول إلى جدال خرجت بتفاهم مفاده أن جنيف هي المرجعية للحل السياسي، لكن القرار النهائي يبقى بيد الشعب السوري الذي وحده من يقرر مصيره ومستقبله. لكن العمل العسكري الروسي في سوريا سيخلق واقعا جديدا على الأرض، لابد من أن يحسب له حساب في العملية السياسية وفق الخبراء. لا ترى روسيا بديلا للحل السياسي في سوريا على أساس الحوار المباشر بين الحكومة والمعارضة الوطنية التي تؤمن بمثل هذا الحل، لكن الأولوية في المرحلة الراهنة تبقى للقضاء على الإرهاب. سلام العبيدي، موسكو، الميادين.
قال وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر إن بلاده تتوقع التوصل إلى اتفاق قريبا مع الجيش الروسي بشأن بروتوكولات السلامة في الأجواء السورية. وأشار كارتر في مؤتمر صحفي إلى أن المحادثات الجارية حاليا احترافية للغاية وإيجابية وستفضي إلى اتفاق قريبا جدا. نتوقع التوصل إلى اتفاق مع الجيش الروسي بشأن بروتوكولات السلامة في الأجواء السورية. لسنا قادرين في الوقت الحالي على تأييد نهج روسيا في سوريا لأن هذه الاستراتيجية خطأ، فهي تحاول محاربة التطرف فيما لا تعمل على تعزيز عملية الانتقال السياسي. وكان الجيش الأمريكي قد أعلن أن طائرات أمريكية وروسية اقتربت من بعضها بعضا فوق سوريا حتى باتت في نطاق التعرف البصري. المتحدث باسم الحملة العسكرية التي يقودها الجيش الأمريكي الكولونيل ستيف وارين ومقره بغداد قال أن الطائرات كانت على بعد أميال من بعضها بعضا يوم السبت، وهو اليوم نفسه الذي عقد فيه الجيشان الأمريكي والروسي محادثات بشأن بروتوكولات السلامة، مؤكدا أن طواقم الطائرات من البلدين تصرفوا باحترافية. أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي دعم بلاده التعاون الرباعي بين سوريا والعراق وروسيا وإيران. بروجردي وفي تصريح للصحفيين لدى وصوله إلى دمشق أكد أن هذا التعاون يمثل خطوة إيجابية وناجحة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة. هذه خطوة إيجابية وناجحة في المنطقة، ونحن ندعم كجمهورية الإسلامية إيران والتعاون المشترك الرباعي بين روسيا وإيران وكذلك سوريا والعراق، ونرى الآثار الإيجابية بالنسبة لهذا الموضوع بمقابلة الإرهاب في المنطقة. باسم داعش بتسجيل صوتي مقتل نائب أبو بكر البغدادي فاضل الحيالي المعروف أيضا بمعتز القرشي، وهو رجل ثاني في التنظيم والملقب باسم أبو مسلم التركماني. فاضل أحمد عبد الله الحيالي من بلدة تلعفر يعد واحدا من مؤسسي جيش الطائفة المنصورة، وهو أحد الألوية الستة المكونة لمجلس شورى المجاهدين عام 2006 تحت راية أبو مصعب الزرقاوي. الحيالي كان ضابطا برتبة مقدم في القوات الخاصة في الجيش العراقي السابق. أقر مجلس الشورى الإيراني الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع مجموعة الخمسة زائدا واحدا. النواب صوتوا لمصلحة تطبيق الاتفاق الذي ينص على رفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران لقاء تعهدها عدم السعي إلى حيازة سلاح نووي وتقليص نطاق برنامجها النووي المدني. وجاءت الموافقة على الاتفاق بعد نقاش صاخب بين مؤيدي الاتفاق ومعارضيه. الاتفاق النووي إلى حيز التنفيذ، ضوء برلماني أخضر للحكومة الإيرانية لتنفيذه، موافقة وإن صدرت مدعمة بأصوات أكثر من 70% من النواب، إلا أنها كانت حصيلة جلسة صاخبة تعالت فيها أصوات معارضي الاتفاق ومؤيديه. قرار البرلمان الإيراني جاء كموافقة مشروطة على الاتفاق بحسب البرلمانيين، ولتحديد مسؤولية الإشراف على تنفيذه بالمؤسسات المعنية وعلى رأسها المجلس الأعلى للأمن القومي ومنظمة الطاقة الذرية ووزارة الخارجية. دراستنا للقرار تأتي مع الأخذ بعين الاعتبار أن تكون علاقاتنا جيدة مع دول العالم. في حال عدم التزام الأطراف الأخرى بالاتفاق فإن قرار المجلس يطالب الحكومة باتخاذ خطوات للرد. الحكومة الإيرانية التي ألزمها البرلمان بتقديم تقرير عن سير تنفيذ الاتفاق النووي كل 3 أشهر وطالبها بإيقاف تعاونها الطوعي وتسريع العمل في برنامج البلاد النووي في حال عدم التزام الأطراف الأخرى رحبت بقرار البرلمان الإيراني. موافقة البرلمان اليوم على الاتفاق النووي قرار تاريخي، ونأمل أن نتمكن من إحقاق حقوق الشعب الإيراني. موافقة البرلمان على الاتفاق النووي تزامنت مع إعلان وزارة الدفاع هنا عن دخول والفجر أكثر توربيدات إيران تطورا مرحلة الإنتاج الواسع، ما يعد ترجمة عملية لإصرار إيران على تعزيز قدراتها الدفاعية وتجديدا لرسائلها حول أمنها ودعمها لحلفائها.
لكن بعيدا عن رسائل الأمن والسياسة، فإن موافقة البرلمان الإيراني لاقت أصداءها الدولية سريعا. منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي سارعت إلى الترحيب عبر حسابها على تويتر، وكذلك أيضا نائب الأمين العام للأمم المتحدة الذي يزور إيران حاليا. ردود الفعل حول إقرار الاتفاق النووي في البرلمان الإيراني على مستوى الأمم المتحدة إيجابية. ما من عقبة باتت تقف في طريق الاتفاق النووي الذي يتوقع البدء بتنفيذه الأسبوع المقبل، لتبدأ إيران بتنفيذ تعهداتها وليصار إلى رفع العقوبات عنها خلال أشهر قليلة. لا يخفي البعض في إيران قلقه من دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ، ومن هنا حاول البرلمان الإيراني سد ما وصف بالثغرات في هذا الاتفاق، لكن الجميع متفقون على أن ما قبل الاتفاق النووي ليس كما بعده. حازم كلاس، طهران، الميادين. والآن إلى أبرز ما عنونت بعض الصحف العربية الصادرة صباح هذا اليوم مع الزميلة سارة الحاف. صباح الخير سارة. صباح الخير علا، شكرا لك. أهلا بكم. جولتنا في عناوين الصحف العربية نبدأها مع صحيفة الأخبار اللبنانية. والشأن الفلسطيني، انتفاضة 48، جيل جديد من ثوار فلسطين، ذعر في إسرائيل. التحالف الرباعي يطلق معركة بيجه. وعن الشأن السوري جاء في صحيفة الأخبار اللبنانية، تقدم حذر للجيش في جبال اللاذقية وسهل الغاب. من صحيفة الأخبار اللبنانية إلى صحيفة الدستور الأردنية التي نقرأ فيها مقتل 3 إسرائيليين في هجومين بالقدس المحتلة، الاحتلال يدرس إغلاق الأحياء الفلسطينية بالمدينة. إلى الشأن العراقي وصحيفة الصباح، داعش محاصر في بيجي والرمادي، معلومات استخبارية أسهمت في استهداف خنادق وأنفاق الإرهابيين. العبادي، العصابات بدأت بالانهيار، لجبوري دعم برلماني للعمليات. من الصباح العراقية إلى الوطن السورية ونقرأ فيها، بروجردي من دمشق، نعلن مرة أخرى دعمنا للرئيس الأسد، بوتين شدد على العملية السياسية، وديمستورا سيبحث مع واشنطن الانضمام لجهود موسكو. وفي الشأن الميداني عنونت صحيفة الوطن السورية، بعد طرد المسلحين من تل الأحمر بالقنيطرة، إسرائيل تنوب عنهم بالرد، الجيش يسيطر على المنصورة ولحايا بريف حماة ويقتل 100 إرهابي بريف حلب. إلى صحيفة الرياض السعودية التي عنونت، لجبير الأسد خارج كل الخيارات في سوريا، توافق سعودي فرنسي حول الملفات الإقليمية. وأيضا جاء في صحيفة الرياض، صندوق سعودي بملياري دولار للمشاركة في الصناديق الفرنسية. من السعودية إلى الكويت وصحيفة القبس، وفيها نقرأ، انتفاضة القدس تشتد، مقتل 4 مستوطنين واستشهاد 3 فلسطينيين. نختم هذه الجولة مع صحيفة الشروق التونسية وفيها، نهاية الكابوس مؤقتا بعد تسريح التونسيين المحتجزين في ليبيا. إعدام رهينتين ومحاولة قطع لسان طفل، إرهابي سمى ما يستهدفون المدنيين، سيدي بوزيد تشيع شهيدي الوطن. وإلى الماضي الحاضر.